يفيد في ايه اللي انا سايح دهونه على الكبد يا دكتور؟ بصي، الفكره كلها ان احنا الكبد ده بيبقى مكانه جوه البطن نايم على المعده. حلو. مشكله مرضى السمنه ان الكبد عندهم لما بيبقى متضخم، نتيجه ان الكبد ده هو الفلتر بتاع الجهاز الهضمي، كل الدهون اللي احنا بناخدها في الاكل دي بتروح تترسب في الكبد، فالكبد حجمه بيكبر ويتضخم. حلو. فبندخل بالمنظار نلاقي الكبد قافل على المعده تماما، في بعض الحالات بيبقى الموضوع صعب جدا. بتبقى صعبه جدا وممكن الكبد وبتطول شويه. النهارده بقى بره مصر احنا ممكن في بعض السنترز في المانيا بيمشي على النظام ده لمده شهرين، وما بيرضاش يدخل المريض غير بعد شهرين. حلو. احنا النهارده قدرنا نعمل فيه شويه تعديلات بحيث ان احنا نقدر نمشي عليه من اسبوع لاسبوعين قبل العمليه. بيدي معانا نتيجه سحريه في المنظار نفسه. دايت المريض يعرف يمشي عليه؟ دايت بسيط جدا المريض بيعرف يمشي عليه. بيخلي الكبد ده حجمه يصغر تماما، بندخل نلاقي الكبد صغير كانه طبيعي. بنقدر نشغل المعده بحريه اكتر، بنقدر نقلل عدد فتحات المنظار. بنقدر النهارده ممكن نعمل عمليه بحاجه اسمها 3 بورت، يعني بدل ما كانوا 5 فتحات ممكن يبقوا 3 او 4. يعني انا ممكن اعمل تكميم معده بـ3 فتحات صغيره قوي. هي دي فكره التحضيرات اللي ممكن نقدر نستخدمها. ان ازاي انا ادخل ابقى مجهز او مهيئ مسرح الشغل بتاعي اللي هو البطن، ادخل في احسن حالاتي. النهارده كمان النظام الغذائي قبل العمليه ده مش بس بيساعدني في العمليه نفسها، كمان بيساعد دكتور التخدير، ان الكام كيلو اللي بننزلهم قبل العمليه دول بيخلوا تركيب انبوبه البنج اسهل بكتير. اذا كان دخولها بيخلي نفسه بالظبط، بيخلي نفسه اسهل بكتير. حلو قوي. بعد العمليه فالموضوع بيفرق تماما تماما تماما. حلو قوي يا دكتور. ما هو ده بقى سر النجاح، ان انت بترسم خطه من خلالها بتوصل لاعلى نسبه نجاح، وده اللي مخلي طبعا يعني ناس يعني بجد بتبقى فرحانه بيك، وفيما بعد بتبقى دايما متواصله مع ربنا. يخليك.